اخوكم الخواب هنا خرجنا من مدينه الرشيديه الان يا اخواني اخوات ونمشيو ان شاء الله لمدينه ميدلت. هانتوما كما كتشوفوا الطريق كلها جبال صخريه قرب يظلم الحال. قلنا نبارطاجيو معكم واحد المكان جميل معروف في هذه المنطقه واللي ما داش هذه المنطقه غادي يشوفوا مع اخوه الخواب. مبقناش بزاف المكان يا اخواني اخوات، حنا مجموعين كنشوفوا هاد المناظر. كاين الواد على اليسار، الجهه اليسرى كاين الواد، يعني منظر رائع صراحه. يعني هاد البلاصه هادي راه خلينا الجهه اليسرى خلينا كيديروا فيها بلايص ديال البارك باش الناس الا بغيت تمنظروا في التوريست راه كيجيو بزاف من هنا، ولا الناس الا بغاو يوقفوا يتمنظروا في الواد ويشوفوا الطبيعة كي دايرة يوقفوا. هانتوما كيما كتشوفوا هي واحد المساحة هنايا، كاين بزاف د الأماكن اللي داير لهم هاد القضية هادي. حنا قربنا من المكان اللي قلت لكم يا إخواني يا أخوات، مبقاش بزاف هو قريب لينا وغادي تشوفوه. شي حاجة عجيبة غريبة واللي ما شافهاش في الواقع وما وصلش ليها غنوصلو اليوم ليها ويشوفها معنا ان شاء الله، لان هاد الجهه الرشيديه معروفه كاع اللي جا من الرشيديه خصو يدوز على هاد المنطقه هادي. وغنشوفو ان شاء الله مجموعين. فمرحبا بكم معنا في الاجواء ديال الطريق بالليل كتكون شويه صعبه، خص زياده ديال التركيز. راكم عارفين جاب الله هاد المنطقه هادي ماشي بحال الجهه ديال قلعه الصراغنه بن ملال كيكون بنادم كيتمشى على جنب الطرق وكيكونوا صحاب الماطر بسكليتات يعني محركة الدعوة. خص الإنسان يرد البال، هنايا شوية القضية ماشي بزاف، هنا شوية الدعوة هنا ما كاينش الناس بزاف. ها هو إخواني أخوات المكان اللي قلت لكم عليه، جماعة قرش تعلالين، هاد البلاصة هادي متبعة جماعة قرش تعلالين. ونحن الآن يا إخواني أخوات غادي نوقفو باش نصورو على راحتنا. مرحبا بكم، واحد الشعبه الواد، نتمنى التصوير يكون مزيان باش ناخذوا راحتنا. احنا معكم نمشيو دقه، غادي نقطعوا واحد الجبل يا اخواني اخوات، تونيل ولا غار في الجبل او نفق فم زعبل، هذا سميتو نفق فم زعبل. كما كتشوفوا ها هي البلاكه نفق زعبل زعبل اقليم ميدلت يرحبوا بكم، يعني هذا داخل مع اقليم ميدلت، هي البلاكه خضراء اقليم ميدلت يرحبوا بكم. شغلوا اضواء التقابل، حنا ديجا مشغلينهم. ها انتم يا اخوان 3 متر ونص ديال العلو، هنا كاين الناس اللي حارسينو ها هما هنايا. كاين حتى واحد البليصه ديال الشرطه، اي واحد البيت صغيره كما كتشوفوا النفاق. وسبحان الله البروتيكسيون اللي الفوق في السقف غير ديالو، ما كاينش شي سيما ولا شي بيطون، ولا يعني البروتيكسيون ناتوريل ديال مولانا، ما قاسوش السقف نهائيا حلوه. حنا خرجنا من اخواني اخوات، هانتوما الفيراج والروينه والطاكسيات ما بغاوش، ما كاين لا 40 ولا 60 والله يسهل على كل واحد. المهم هانتوما عشتو معنا هاد اللحظه هادي وشتو هاد المكان هذا، راه معروف يا اخواني اخوات الناس د الرشيديه كاع اللي كيهضر د الرشيديه تنغير والزازات تنجداد تنحيو من هاد المنبر. وهادي هي طريقهم فعلا، طريق اللي صعيبه شويه وقاسحه، ومن هنا كتخرج لدوك العيون اللي معروفين مولاي علي الشريف راه كاينه هنا، هي قربنا لها، هي كتبان المنطقه ديالها. غنديروا لها ان شاء الله فلوق ديالها بوحدو. كما قلت لكم باقيين دوك الوسعات على اليسار باش الناس كيتمنظروا من هنا، حيت منظر رائع. هاد البلاصه عاليه ولتحت كاين الواد، كما قلت لكم حمات مولاي علي الشريف راه معروفه بزاف كاع حمات مولاي علي الشريف. الناس اللي عندهم البروده اللي عندهم يعني كيجيو هنا يداوها وكيداو، هما بحال فيهم الماء، ما كتدخل كتدخل فيه وكيداوي. وقال لك معروفين انهم سخونين، انا صراحه ما عمري دخلت فيهم ما عمري وقفت فيهم، ان شاء الله نوقفوا فيهم شي مره وتشوفوا مجموعين ان شاء الله. ما بقناش بزاف نوصلوا لهم، نوريكم غير البلاكه ديالهم وتشوفوا الاجواء هنا كي دايره. فعلا كيكونوا عامرين بزاف الناس، تيجي لهم من جميع انحاء المغرب لان عندهم سمعه طيبه على ما كيقولوا. وان شاء الله غادي نشوفوا هادشي واش غالبا هو راه الناس تشافوا بهم، يعني غنشوفوا الاجواء كي دايره، ما غنشوفوش واش هادشي بصح ولا لا، حيت الناس راه بزاف اللي جاو ليهم لقاو راحتهم فيهم. وواحد
القضيه راه حتى كيهبطوا لواحد الواد ما عرفتش كيهبطوا بزاف ماشي زعما اول مره تندوز بزاف وكنشوفهم كيهبطوا لواحد الواد ما عرفاش كيديروا داك الواد واش عندهم شي عادات واش عندهم شي تقاليد ما عرفتش بالضبط هذه القضيه الواد غادي نسول عليها ان شاء الله نهار نهبط لهاد الحمات انتما اخواني اخواتها هي هي مكتوبه هنايا البلاكه ديالها العيون الاستشفائيه حمات مولاي علي الشريف ها هي مكتوبه فهاد بالحيط ومكتوبه هنايا ستاسيون تيرمينال ولا ما عرفتش شنو كاتبين المهم هي كاتبينها العيون الاستشفائيه والواد كما قلت لكم راه باقي شي وحدين راه فيه دابا كاع الطوموبيل ما عرفتش كيديروا في هذا الواد واش هو تياخذوا منه شي حاجه ولا ما عرفتش يكملوا فيه هاد الشيء ديال الدواء ديالهم هنايا المهم تنشوفهم من بعد هي 60 هنا مره كيكونوا لي جوندارم يعني مره فاش كتكون الدنيا عامره ها المدخل ديالها كاين هاد لوطيل هذا في الليمان كاين حمات فيهم منازل الكراء راه كيبانوا من هنايا يعني جو جميل الناس كيجيو لها كيجيو لها بزاف كتستقطب الناس بزاف كاين اللي كيجلس هنايا بالشهوره كاع كيلقى راحته راه كيريح بحال العين الحمراء يا اخواني اخواتي العين الحمراء راه كاينه جهه بين تازه والحسيمه جهه اكنول هذيك شتها ودوزت فيها يعني منطقه اللي رائعه دزها وان شاء الله ندوزوها مجموعين ان شاء الله بحول الله مازال نديروا لها شي طليله وحنا مسارين ديما ان شاء الله مع اخوكم الخاوه خاوه ما بيناتنا عداوه اكيد ونتمنى لكم التوفيق يا اخواني اخواتي حنا نكملوا طريقنا نتمنى الفيديو يطلع مزيان المهم راه كيبان ليا هو هذاك يعني الصوره واضحه نتمنى لكم التوفيق ما تنسوناش من دعم القناه الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد معناكم الله وما تنسوناش من اللايكات تهلاو في راسكم ساعه سعيده.